أعزائي متابعي صفحة جي ال سي وصفحة يلا كورة، برحب بيكم بالتأكيد من خلال هذا البث الحي والمباشر. حلقة نهائي إفريقيا، حلقة تتويج الأهلي بالبطولة الإفريقية، الأميرة السمراء أصبحت الآن في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. النادي الأهلي نجح في العودة من كازابلانكا بدوري أبطال إفريقيا، هذه البطولة التي غابت العام الماضي بعد فوز الوداد الرياضي المغربي في بطولة المباراة الواحدة، ولكن بعد تحقيق العدالة وإقامة المباراة بالذهاب والإياب نجح الأهلي في استعادة اللقب الغالي والفوز بدوري أبطال إفريقيا. دائما وأبدا بنعودكم من خلال برنامج في كتفك يا أهلي كل الأخبار والكواليس متعلقة بالتأكيد بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا وتحليل شامل جدا، ولكن حلقة النهاردة حلقة استثنائية هنتكلم فيها بالتأكيد عن كل التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة. في البداية برحب بزميلي وصديقي العزيز كريم سعيد. كريم ألف مبروك وتتويج الأهلي بالبطولة. ألف مليون مبروك يا محمد، وألف مليون مبروك لكل الجماهير المصرية أولا وجماهير النادي الأهلي. أكيد إحنا يعني النهاردة قررنا إن الحلقة تبقى لايف ما تبقاش مسجلة كالمعتاد، لأن إحنا حابين نعمل احتفالية، حابين نعمل حاجة مختلفة، حابين نقول إن إحنا خلاص نهاية المشوار النادي الأهلي في دوري أفريقيا، وحتى مشوار الحلقات في كتفك أهلي مع جي ال سي في فيما يخص دوري أبطال أفريقيا كان موسم طويل. أعتقد يعني بدأنا معاكم من حوالي أعتقد شهر فبراير، أعتقد يا محمد نهاية يناير أو بالضبط، قعدنا معاكم يعني حوالي 4 شهور يعني تقلبات. قعدت عندكم الحلقات، عارفك عايزوكم حاجة والله بجد، أحلى حاجة في الحلقات دي هتلاقوا فيها عمل زي الأمواج، يعني حبة فوق وحبة ومشوار الأهلي في البطولة دي مشوار غريب ربما كنا معتدين عليه قبل كده في بعض السنين. يا حد مس هدي مثلا السنه النادي الاهلي خسر فيها بخماسيه للمره الاولى من سان داونز، محمد الاهلي خرج من دور الثمانية ما كملش بطوله ولكنه انتقم للخماسيه دي فيما بعد لمده سنتين. السنه النادي الاهلي توقع يعني هزيمتين في البدايه، واحده قدام الهلال وواحده قدام سان داونز، وبتاع سان داونز كانت 5-2، بس الهزيمتين ادونا الايحاء ان النادي الاهلي مش هيبقى عنده الشغف او عنده القدره ان هو يكمل لغايه الاخر. بالظبط، وحتى احنا لو تفتكر الحلقه اللي بعد مباراه 5-2 بتاعت سان داونز يعني كنا بنتكلم فيها عن الاوضاع وفرص النادي الاهلي، وعملنا حتى حلقه عن فرص النادي الاهلي في التاهل لو تفتكر قبل ماتشين القطن والهلال، وقعدنا نحسب حسبه بيرما كانت حسبه صعبه جدا، صعبه ومحتاجه كمان تدخلات خارجيه، يعني الموضوع ما كانش في ايدك انت بس. فانا بشوف ان مشروع النادي الاهلي السنه ده اتوثق في حلقات جي ال سي على يلا كوره، اتوثق من البدايه تقدروا تشوفوها في السكشن بتاع حلقات في كتفك الاهلي، هتلاقوا عندكم على صفحه يلا كوره فيسبوك، واعتقد برضو صفحه جي ال سي عاملين سكشن للحلقات لما تيجي تتفرج عليها من الاول وتشوف انفعالاتنا وتشوف ردود افعالنا فيها متغيره على حسب الوضع، لكن في الاخر اكيد 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 كانت النهايه السعيدة بفوز النادي الأهلي بالنجمة رقم 11. البطولة كانت فيها مطبات كتيرة يا كريم، وانت اتكلمت على المطبات اللي كانت موجودة في البطولة، يعني فكرة ان الأهلي يبدأ دور المجموعات كانت فيه خسارة من الهلال، خسارة من سان داونز، محتاج تستنى الجولة الأخيرة تروح تلعب الرجاء، الرجاء متصدر المجموعة بتاعته جايب معدل أهداف عالي جدا، تواجه الترجي تحصل أزمات جماهيرية، مشاكل في الحضور الجماهيري تتمنع الجماهير، مشكلة الهلال تفضل مستمرة لغاية النهاية، تيجي في مباراة الفاينل أزمة تحكيمية، عارف بطولة كلها كده تحس إن فيها إثارة ومتعة وتشويق حتى المباراة النهائية. لا وحتى خلي بالك برضو يعني النادي الأهلي برضو واجه منافسين عندهم جماهير شرسة على السوشيال ميديا، يعني خلي بالك برضو النادي الاهلي طبعا شفنا مباراه الهلال خدت زخم كبير جدا، مباراتين، مباراه الذهاب ومباراه الاياب، وكمان الهزيمه من النادي الاهلي من سان داونز بخماسيه خلت برضو ان في حاله عامه من يعني هنقول ايه من الشماته في النادي الاهلي، وممكن الامانه الاوضاع النفسيه دي يا محمد تقع اي فريق، وعشان كده انا بشوف بطوله نادي الاهلي مميزه في تحمل اللعيبه وتحمل الجهاز الفني ل يعني ضغوطات كتيره قدروا ان هم يستحملوها عشان يقدروا يوصلوا للقب في النهايه. واكيد طبعا طبعا النادي الاهلي اللقب مش غريب عليه، ولكن احنا بنتكلم على الظروف مختلفة. لو انت قعدت تحسب في العشر بطولات اللي فاتوا ما اعتقدش هتلاقي ظروف زي ظروف البطولة دي. هات لي فرقة كده في العالم تكسب مثلا 11 بطولة قارية منهم 6 من خارج مصر.
صعبه صعبه قوي. اه صعب انك تلاقي يعني تخيل انت النهارده مثلا النادي الاهلي بيوسع الفجوه في دوري ابطال افريقيا ليه، هو معاه 11 لقب من الزمالك ومازيمبي معاهم خمسة. انا اعتقد عارف حاجه كنت بفكر فيها امبارح، النادي الاهلي اعتقد هو النادي الوحيد في العالم اللي ربما يقدر تقارنه بريال مدريد كمؤسسه وكاستمراريه في الانتصارات وكعقليه في الفوز والانتصار بالبطولات. اعتقد النادي الاهلي بيعمل يعني النهارده الاهلي انت بتتكلم فعلا على اسم اصبح متداول عالميا. امبارح انا بتفرج على يعني بعض القنوات الاجنبيه اللي كانت بتذيع المباراه وتعليق المعلقين على اهداف المباراه وعلى فوز النادي الاهلي، هم بيعاملوا النادي الاهلي بالظبط بالظبط زي ريال مدريد زي بوكا جونيورز، بيعاملوه زي النادي اللي هو المعتاد ان هو يكسب. اه بيلعب قوي، الجمهور كله يعني اغلبيه الاستاد جمهور الوداد، مباراه صعبه مغلوب 1-0 بس المعلق حتى هو بيكلم لك الاهلي يقدر في اي وقت. فواضح ان المتابعه الاوروبيه والعالميه للنادي الاهلي بقوا بيتكلموا كانهم يعني عايشين معانا خلاص. معنا. اه فاهم اسم الفرقه اه دارسين وقارين عنها كويس، فاهم قصدي. فالنادي الاهلي فعلا انا بشوف ان هو في السنوات الاخيره نجح مع تطور طبعا الميديا وتطور السوشيال ميديا، نجح ان هو يصبح فريق عالمي بالفعل. النادي الاهلي النهارده بنتكلم على فريق، اسال جماهير الكوره في البرازيل عارفين عارفين الاهلي، اسال في اليابان عارفين الاهلي، اسال في اي يعني في وعارفين الاهلي ايه، مش الاهلي ومش عارفين الاهلي بس لا، عارفين الاهلي وكسب ايه ولعب مين وخد رابع مونديال اخر مره وقبليها واخد برونزيتين، فاهم قصدي كريم. بص نعم. على التهاني اللي جات للاهلي من الحسابات الرسميه للانديه، نعم. بتتكلم في مانشستر سيتي، بتتكلم في بايرن ميونخ، بتتكلم في استون فيلا، بتتكلم في وفاق الصيف، بتتكلم في النجم الساحلي، يعني في تهاني الانديه. اه هتشارك معاه في كاس العالم الانديه بس في انديه ثانيه عارفه اسم الاهلي فبتبارك وبتحافظ على علاقتها. يعني برضو النادي الاهلي في السنوات الاخيره كون صداقات كبيره وعلاقات يعني تشبه العلاقات الدبلوماسيه يعني فاهم، يعني كويسه مع الانديه الكبرى زي مثلا بايرن ميونخ، فاهم علاقه الاهلي بايرن ميونخ من ساعه المباراه اللي اتلعبت في قطر علاقه كويسه. وبعض الاحيان بيحدث تبادل للوجهات النظر او حتى للتعامل ما بين المسؤولين. فانا بشوف النادي الاهلي طبعا قدر يستغل الحته دي كويس. وعايز اقول لك حاجه برضو، انت شوف اراء النقاد الرياضيين زملائنا في شمال افريقيا اللي هم كمان قريبين لجنوب اوروبا عننا شويه. يعني دايما رجلهم في اسبانيا وايطاليا على طول وفي فرنسا. يعني هم رجلهم في جنوب اوروبا اكتر مننا بكتير بصراحه. شوف ردود افعالهم وما بيقولوا اراء الناس هناك. لا النادي الاهلي بقاله كام سنه فعلا واخد ترند مختلف شويه عن الترند المحلي وعن الترند القاري اللي احنا برضو عايزين نتكلم عليه. بقينا ملاحظين ان الابطال في افريقيا بقوا بيتكرروا كتير. يعني اسماء الفرق 2017 ثلاث فرق خلاص، اسماء الفرق بقت معروفه مين بيطلع سيمي فاينل ومين بيوصل للفاينل. وحتى احنا النهارده بنتكلم ان طبعا زي كنت بتكلم انا وانت قبل اللايف ان السنه دي هي اخر بطوله لكاس عالم الانديه بسبع فرق خلاص، دي الاخيره. السنه الجايه ما فيش بعديها بطوله ال 32 فريق. فالاربع فرق حتى اللي هيروحوا يمثلوا افريقيا في اول بطوله كاس عالم 32 فريق 25 معروفين، اهلي وداد ترجي سان داونز، بناء على بناء على التصنيف يعني او المعايير الرياضيه اللي هم هيختاروه. فانا بشوف يعني ان الاهلي قدر يستغل ده كويس، ان الاهلي قدر يسوق نفسه كويس، النادي الاهلي قدر ان هو يتطلع وياخد يعني طريق جديد خالص مختلف عن زي ما قلت لك الطريق المحلي والطريق القاري. واعتقد ان شاء الله. بس انا في وجهه نظري احنا محتاجين نحط خطه بقى عشان نتخطى فكره سيمي فاينل المونديال دي، محتاجه بصراحه السعوديه ان شاء الله محتاجه بلان ان شاء الله. طيب هو الاهلي فاز ببطوله افريقيا ولكن بنكهه، او هي البطوله الافريقيه بس بنكهه عربيه. نعم. يعني اخر اربع مباريات لو تاخد بالك كده كسبنا الهلال السوداني، ايوه كسبنا الرجاء المغربي، صحيح كسبنا الترجي التونسي، صحيح كسبنا الوداد المغربي، صحيح نكهه عربيه صحيح. ولا وخلي بالك اللي هو اصلا خلي بالك نوعيه المباريات دي كنا دايما في القرعه قبل كده ما كناش نحب نلعبها كتير. كنا دايما احنا في مصر نقول لا احنا ما بنحبش نلعب الدربيات العربيه في افريقيا، بتاثر علينا نفسيا وبنلعب باسلوب مش اسلوبنا، ان احنا في امور اخرى بتاخدنا اكيد في المباريات دي. لا دلوقتي النادي الاهلي دي الخبره
وده التعامل كتير. حتى انا قلت يعني قلت امبارح ان الاهلي والوداد تبقى علاقتهم كويسه مهما كانت المشاحنه دي امور طبيعيه بشوفها في التنافس عادي، انما علاقه الناديين مع بعض اكبر بكتير من علاقه يعني من ايه انك تخليها في علاقه جماهير او في مواقف تختصرها في موقف او بوست بالزبط. او انتقاد من شخص. وعلاقه الاهلي والترجي شفنا علاقه وطيده للغايه، الاهلي والرجاء علاقه وطيده للغايه، حتى والله الاهلي وصن داونز يعني عشان بنلعب صن داونز كتير في السنوات الاخيره فبرضه حصل ما يشبه، عارف هو ايه، حصل ما يشبه العشم والعشره يعني. خلاص بقى في بيننا عشره كلهم بنشوف بعض كله فاهم بعض فمهما اختلفنا برضه يا اخي ايه ما يعني هتشوف حتى والله التعامل اللعيبه اللي مع بعض بشوف يعني اللعيبه تعاملاتهم كويسه جدا جدا مع بعض. طاهر محمد طاهر شفناه في المباراه بينزل يواسي لعيبه الوداد بعد الهزيمه وبيطلب حتى هو يغير التيشيرت كتذكار لليوم ولعبة الوداد. عايز اقوله دي تصرفات الانديه الكبيره، الانديه اللي دايما بتطلع ان هي توضد علاقتها ببعض، هي دي الانديه الكبيره صح. الانديه اللي مجالس اداراتها لا تنفعل بسبب انفعالات السوشيال ميديا. النقطه دي خطيره جدا يا محمد، لازم مجلس اداره دايما اي مجلس اداره نادي انه ما ينفعلش او يعكس انفعالات جماهيره، ده امر خاطئ وامر غلط تماما. فانا بشوف النادي الاهلي والنادي الوداد بصراحه انا الاثنين بحييهم على الاستمراريه في الوصول الى الدور النهائي للسنه الثانيه على التوالي. البعض قد يظن ده امر سهل وامر يمكن سهل تحقيقه، يعني لا ده مستحيل، امر صعب للغايه، امر محتاج شغل ومحتاج ان الضغوطات العصبيه شديده جدا سواء على الادارات. حتى احنا هنا اشدنا بصراحه بين الوداد لما جاب فاندن بروك مكان جريدو كان قرار اداري جيد جدا، رغم ان كان جريدو كسبان سيمبا في دور الثمانيه، ورغم ذا الوداد قرر ان هو يجيب فاندن بروك ان هو شايف ان جريدو ما عندوش الامكانيات وما عندوش الاسلوب اللي يقدر يخليه يكسب بعد كده في السيمي فاينل. وفعلا كان قرارهم حتى جيد ان هو خد لفاندن بروك يعدي صن داونز. لو كان الوداد بيلعب صن داونز بجاريدو لا كانوا هم عارفين هيخرجوا، كنت اشك تماما ان هم يقدروا يتاهلوا يعني. ففي الاخر احنا مبسوطين بالشكل، وكمان بحيي دوله المغرب والمسؤولين في المغرب على شكل التنظيم. شفنا امبارح بدايه من خروج الحافلات من الفنادق، وشفنا المتابعه بالدرون والتغطيه الاعلاميه ازاي شكل الشوارع وشكل المحلات والدنيا عامله ازاي بره الاستاد. دخلنا استاد، وخلي بالك ده بيجي تاني يوم نهائي دوري ابطال اوروبا، فطبيعي احنا بنعمل في مقارنه. فانا شايف ان المغرب بتجيد هذه الامور وبتقدر ان هي تمثل القاره افضل تمثيل. هي بروبا للاستعداد لتنظيم كاس الامم. طيب ندخل بقى في الماتش. نعم. ماتش فيه كلام كتير قوي وكواليس كتيره جدا، لان الماتش على المستوى الفني اولا شايفه افضل من الشوط الاول اتلعب في القاهره ولا اقل على المستوى الفني؟ لا انا اشوف ان مباراه الذهاب كانت افضل فنيا، كانت كوره اكتر، حتى عدد دقائق لعب اعتقد اكتر. اعتقد كمان ان الفرقتين في ماتش الذهاب يعني كانوا مركزين في الكوره اكتر من امور تانية، لان انت كل ما بتقترب من اللقب كل ما بتبقى انت في اعصاب بقى وفي ادوات ممكن اي حد يستخدمها بعيد. شفنا برضو المباراه توقف كتير قوي، مره شويه بسبب قنابل الصوت، مره شويه الدخان، الشماريخ، الاصابات. الكوره في الملعب امبارح ما كانتش موجوده لمده طويله، كانت يعني اقل بكتير من ماتش الذهاب. اعتقد ماتش الذهاب شفنا فيه كوره، شفنا فيه تاكتكس، شفنا فيه تغييرات كتيره. فاندن بروك لعب بزون ديفنس الشوط الاول، الشوط الثاني بدا بعد ما اتاخر بهدفين بدا يهاجم شويه. النادي الاهلي فضل ضاغط ضاغط ضاغط، بعد كده بعد الهدف الثاني تحفظ شويه، يعني كان في شغل تكتيكي من خارج الملعب. انما الماتش طبعا مركب محمد الخامس ماتش الاياب، انا اعتقد ان هو حسابات التتويج غلبت على الامور الفنيه. تعرف التوقيت اللي حصل فيه توقف للمباراه بسبب الاشعال الشماريخ؟ نعم. النهارده الجماهير الوداد كلها بتتكلم على ان الموقف ده كان جزء من انه خسر الوداد البطوله. ليه بقى؟ ان التوقيت ده هم شايفين ان اشعال الشماريخ ادى لايقاف المباراه. اوكي. وايقاف المباراه ادى. مين اللي شايف، اللعيبه ولا الجماهير؟ جماهير الوداد. اوكي. شايفه ان الجماهير اللي كانت في الملعب لما اشعال الشماريخ بالشكل ده اثرت على فرقه الوداد اكتر ما اثرت على الاهلي. لان شايفين الفتره دي الاهلي قدر يقف يسمع تعليمات الجهاز الفني، يخش في المباراه بشكل افضل،
وقدر يلعب جيم كويس والوداد هدي نوعا ما حتى في التوقيت ده. فده جزء من الناحيه الجماهيريه ان الجماهير تاثر او شايفه يعني الجماهير شافت ان اللعيبه تاثرت باشعال الشماريخ في التوقيت اللي كانت في دقيقه حاجه و60 اعتقد او في والله هي وجهه نظر بس طبعا طبعا اكيد في الخساره هتلاقي يعني الكل يبحث عن يبحث عن اخطاء وعن مبرر عشان يبدا هو يرضي نفسه حتى يعني هتغدى عشان انا بشوف والله خلي بالك الوداد برضه يعني الوداد على مدار 90 دقيقه امبارح ما هدتش مرمى النادي الاهلي يعني كره الهدف كل ما افتكر في فرصه محققه ان تقدر تتكلم عليها يعني كل ما اشوف مثلا ايه بعيد عن كره الهدف ايه فرص نادي الوداد على مرمى محمد الشناوي مفيش فعليا مفيش بخلاف كره الهدف يعني مفيش تسديدات مفيش كرات عرضيه يعني حتى في السيطره ده حتى افكرك حتى السيطره حتى انا اعتقد الرجاء عمل شوط اول عن النادي الاهلي اقوى من اللي عمله الرجاء الوداد يعني الرجاء في دور الثمانيه عمل شوط اول كان خطير جدا وضيع حفنا من الفرص بصراحه فرقه كانت عامله مباراه كويسه وكانوا خاطرين على مرمى الشناوي اكتر من فريق الوداد. بشوف النادي الاهلي هو اللي اخر نفسه في الدخول للمباراه. الاهلي لعب الشوط الثاني افضل مجبر طبعا. خلي بالك احنا النادي الاهلي فضل اعتقد حوالي 70 دقيقه ما خدش ضربه ركنيه ما كانش في حاجه مؤثره على مرمى ما خدش ضربه ركنيه يوسف المطير ما لناش فرصه على المرمى. مش حاسس النادي الاهلي بيروح بالكوره على مرمى نادي الوداد كتير لا كان في مشكله يعني فاهم قصدي كان يعني كان في حاجه مش مظبوطه في ارض الملعب. حمدي فتحي برده ما كانش في افضل حالاته الشوط الاول لكن طبعا اكيد 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 الماتشات دي تاني احنا مأكدين هي تكسب ولا تلعب. انت رايح تلعب فاينل مع كامل احترامي ولا حد هيفتكر الفنيات ولا حد هيفتكر التاكتكس ولا حد هيفتكر اي شيء. الناس كلها هتفتكر حاجه واحده مين اللي كسب اللقب راح لمين مين اللي فاز بالبطوله بالظبط كده. فهي الفكره ان انا اعتقد ان تاني النادي الاهلي الشوط التاني تحرر شويه لما كولر نزل أفشا واحمد عبد القادر تحرر وبدا كمان في وجهه نظري الكرات الطوليه ساهمت في كسر التكتل الدفاعي عند الوداد. نادي الوداد كان بيعمل زون ديفنس قوي قفل مساحات على الشحات وتوب وعمل مان تو مان على كل يعني مفاتيح اللعب في الاهلي فخلاك مش عارف اصلا تروح للتلت الاخير عندهم. الكرات الطوليه حلت ده وكمان اصفرت عن كذا ضربه ركنيه بعد كده جاي منها واحده منهم جاي منها هدف التعادل. هل الاهلي كان ممكن يكسب في المغرب مش يتعادل بس في الاخر لان الجزء الاخير يعني احنا كان ممكن محمد شريف يحرز هدف او هدفين وعبد القادر يعني عبد القادر ومحمد شريف بصراحه سنحت ليهم كم مهائل من الفرص وكان عندهم انفرادات كتيره كان في كذا انفراد ممكن هم يعملوه ما اعتقدش هم استغلوا هذا الامر. اعتقد برضو يعني في بعض الاوقات الناس كانت بتهاجم محمد شريف على الانفرادات انا اعتقد هو عقليا كان مركز في تضييع الوقت اكتر ما هو مركز في استهلاك وقت اكتر ما هو مركز ان هو يحرز هدف. وانا اعتقد هو الفكر ده اللي خلاه في ساعه الفينشنج يبقى متوتر مش عارف هو عايز يعمل ايه بالظبط. شفنا حتى الكره اللي هي الانفراد بيها كان انفراد غريب جدا كان ممكن يرقص جات له بالظبط جات له مرتين يعني حتى ده المره الاولى تجرب تسديد خلاص في المره الثانيه جرب ان انت ترقص لكن انت ولا يعني ولا نجحت في دي في الاخر انا بشوف طبعا ايا كان الانتصار للقب بتعادل او حتى بالهزيمه حتى 3-2 او اذا كان ده حصل يعني ممكن ترجع بالكاس لان التاريخ لن يذكر سوى الاسم الفائز بالبطولة. طيب نخش بقى في المهم كمان نخش رايك في الحكم والناس اكيد يعني تبعانا الاسبوع اللي فات يمكن الحمد لله كان لنا انفراد هنا حصري ومصر كلها مشت ورانا لما اتكلمنا على مملكه سيما قلنا يا جماعه اللي بيتقال ده كله غلط مفيش حاجه اسمها اعتزال الراجل مكمل. الهاشتاجات والحملات اللي كانت على الراجل انا شايفها كانت ممكن تضر الاهلي اكتر ما هتفيده. فاحنا نجحنا في توصيل الرساله الاعلاميه بشكل سليم يا كريم وده ساعد ان المباراه تخرج اعتقد لصالح الاهلي بشكل كويس. انا اعتقد بعد انا فوجئت نظري شخصية بعد مرور 20 دقيقة بدأت أشوف مملكة سيما بيدير المباراة بشكل جيد جدا وحتى بقى واللي أكد ده أكتر بعد هدف الوداد. ليه بقى؟ بعد هدف الوداد بيبقى تيست الحكم يعني أنت عايز تعمل تيست لأي حكم في شمال أفريقيا اعمل له التيست بعد ما فريق شمال أفريقيا تقدم في النتيجة مظبوط في تونس أو المغرب أو الجزائر
ليه؟ انه بعد ما بيحصل الهدف بيبدا يلجا الى اساليب مش لطيفه شفناها امبارح كتير. اول مره بصراحه من فتره طويله اشوف حكم افريقي يعني كميه السيميليشن اللي لعبت الوداد امبارح حاولت تعملها هو قدر يتعامل معاه، وحرمهم من ان هم ينفذوا المخطط بتاعهم او الهدف بتاعهم، ان انا كل الوقت حتى ان انا كل شويه كل شويه. ودي نقطه مهمه محمد عايزين نشرحها للناس، لازم تعرف ان فكره تضييع الوقت، في حد يقول لك ايه عادي يا عم تزعلان ليه، ما هو كده كده الحكم هيحسبهم لك وقت بدل ضايع وهتاخد حقك، انت متضايق ليه؟ لا دي خطيره. ايه الخطوره؟ خطوره ان انت التيمبو او الريتم بتاعك لما بيعلى الهارت ريت او سرعه ضربات القلب للعيبه بتزيد جامد، وبالتالي كل ما انت بتزيد انت بتخش في حماس اللعب وجسمك بيبدا يصل درجه سخونه معينه بتخليه قادر على التفوق على اللي قدامه. لما بيحصل توقف مفاجئ للعب ايه اللي بيحصل؟ الجسم ده بيبرد وضربات القلب بتنزل بتهدى جامد، بتنزل ممكن تنزل يعني مفروض مثلا لو اللعيب لعيب الكوره مثلا بنقول طالما هو بيلعب ضربات قلبه مثلا يعني من 130 ل 140 150 مثلا بقول مثلا يعني، فهو المفروض ان ده الستايل او التيمبو اللي هو محافظ عليه عشان يطلع افضل ما عنده. ما بالك بقى لما الهارت ريت ينزل ل 80 90؟ لا هو هيحتاج ايه؟ زي العربيه هيحتاج ان هو يعمل ايه؟ يبدا يشحن تاني. ومهما تشحن تاني هيضيع منك وقت. انت فاهم قصدي؟ فالناس تفهم ان دي برضو واحده من الطرق اللي بعض الفرق والانديه بيستخدموها عشان دايما يخلوا المنافس التيمبو بتاعه هادي شويه، ما يبقاش مهايبر لان انا مش قادر اجاريك. فاهم قصدي؟ فدي نقطه مهمه لازم الناس تبقى فاهمها. واعتقد امبارح بملاك سيما بصراحه بعيدا عن طبعا هو جه وقف فتره طويله ساعه رمي الشماريخ وعملت كثافه دخانيه كبيره قوي قوي داخل الملعب، طبعا عاقه الرؤيه للاعبين. انا اعتقد بخلاف الحته دي بملاك سيما منع الوداد ان هم يستمروا في تضييع الوقت، وهو ده كمان 8 دقائق شوط ثاني وخمس دقائق شوط اول. انا توقعت هيدي قبل كده بصراحه، قبل يعني اقل كده هيديها اكتر من 8 اكتر من 8. انا توقعت مش يعني هيدي 10 او 12 او هيدي رقم والله. هو بعد التعادل كنا عايزين اقل من كده. لكن الراجل عمل مباراه حتى لو فيها اخطاء، وده طبيعي يكون فيه اخطاء. انا شايف مش مؤثره خالص، لا مش مؤثره خالص، ومفيش اي تاثير امبارح بملاك سيما. لا بامانه يعني كحكم عام بملاك سيما اجاد، احنا نظرتنا كانت صح. طبعا لانها كانت مبنيه على معلومات صحيح 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 صحيح. وهو بصراحه اجاد، ويجب ان احنا نحييه. ليه؟ مش ان والله عشان الاهلي كسب، لا هو اضاف ماتش كويس، ولازم يكون احنا عندنا يعني احنا بتيجي فرصه انتقاد بننتقد، دلوقتي فرصه اشاده لازم نشيد. مملكة سيما ادار المباراه باداره تحكيميه جيده، وانا اتمنى النظره تختلف يا كريم. كمان فكره ان انت تبقى عندك احكام مسبقه مش منطقيه في الكوره، يعني تتناول معلومات في السوشيال ميديا مش مؤكده، برضو ده مش كويس، لان ده اكيد بيوصل للعيب. يعني انا شايف نزول لعيبه الاهلي في البدايه كان في توتر، ده ممكن يكون جزء منه الحكم، ممكن خايفين من الحكم، قلقانين من الحكم، تصرفات الحكم ممكن. بس برضو عايز اقول لك حاجه برضو انا لاحظتها امبارح في المباراه، يعني مباراه اي مباراه الانديه المصريه بتلعبها على مركب محمد الخامس، الملعب فعلا ضيق، ملعب ضيق، وديت الملعب مع الزخم الجماهيري الموجود مع كل الظروف دي بتساعد الفريق اللي بيلعبك ان هو يضغط عليك ويقفل لك المساحات تمرير. يعني احنا دايما بنقول في مصر لما الاهلي والزمالك بيلعبوا في المقاولين او في بيترو سبورت بيضايقوا اكتر ما بيلعبوا في استاد القاهره او في برج او في برج، لان ملعب عرضه اوسع في الملاعب دي، فبيديك اريحيه ان انت تعمل استريتش على الخط وتبدا تفكك شويه من الزون ديفنس اللي بيعمله المنافس بتاعك. اعتقد الوداد امبارح حتى والله لغايه قبل الدقيقه 75 ناجح تماما ان هو يمنع النادي الاهلي انه يخترق من العمق او يلعب اللعب بتاعه، كانت واضحه قوي بصراحه. ولعيبه الاهلي حتى في هجمه قعدوا يدوروا فيها الكوره كتير قوي، انت عم بتحاول تلاقي منفذ مش لاقي. عارف، فكل شويه تعمل ايه؟ تروح مرجع الكره للمساكين، ترجع الكره للمساكين، ترجع الكره للمساكين، ده كان بيدور ان انت مش عارف تخترق، لغايه لما اعتمدت بقى على الكرات الطوليه في خلف الدفاع وقدرت تتحصن منها على ضربات ركنيه. اعتقد ده كان الحل الامثل عشان نقدر نوصل لهدف التعادل. طيب جزئيه ثانيه، الجمهور
هل الجمهور كان مؤثر؟ اول حاجه انت فعلا حاجه ان عدد جماهير الاهلي في ماتش السنه دي اكبر من عدد الجماهير في السنه فاتت. ماتش السنه فاتت العدد فعلا كان قليل ومؤثر. كان قليل وكان واضح كمان من قلته ان الجماهير مش ما عندهاش الثقه الكبيره في المباراه بصراحه. يعني السنه فاتت كان في حاله كده بسبب مشاكل اللي سببت المباراه، كان في حاله من الياس المسبق. واضيف عليها برضو ان النادي الاهلي نتائجه من شهر 3 لو تفتكر السنه اللي فاتت ما كانتش كويسه، سواء على مستوى الدوري او افريقيا، كان بيحقق الهدف ان انا اتاهل يعني. بس انا اعتقد السنه دي العدد كان اكبر، ده يوريك ان الجمهور ثقته اكبر في الفريق اكبر من السنه اللي فاتت. فانا بشوف الجمهور مع الدخله مع الاجواء اللي عملوها اعتقد كانت يعني عامل مساعد جيد للنادي الاهلي. انا عجبني في الدخله حاجه حلوه قوي. ايوه ايه، عارف انت لما تروح مباراه وانت رايح خارج بلدك وتلاقي الجمهور المنافس وينرز الوداد مثلا عاملين دخله، فيما معناها يعني انت تاريخك طويل بس خلاص جئت الوقت اللي انا امحي هذا التاريخ وافوز عليك في ثلاث نهائيات وثلاث بطولات، وانا الوحش اللي قدر يكسر التاريخ والعقده اللي انتوا بتتكلموا عليها الاسم كبير في افريقيا. لكن جماهير الاهلي لما يكون عندها السنس ان المنافس هيعمل دخله بالشكل ده وترد على الدخله في نفس المباراه بدخله تؤكد ان دي عندما يوسوس لك الشيطان ببعض الاوهام فلتعلم انك في مركب ليس مركب الجحيم. او بالتالي افكارك دي مش هتكون هي اللي انت هتقدر تكسبها. عارف انت ايه الفعل ورد الفعل بس في نفس المباراه وبتدي ثقه. يعني طبعا انا اشك طبعا ان اللعيبه يكونوا فهموا اكيد هم شافوا، لكن اعتقد اشك انهم يكونوا هم في بدايه المباراه ومركزين في الماتش يكونوا فهموا المسجات دي تعال بتبقى صعبه جدا ان انت تفهمها من استوعبها من اول مره. لازم تسمع من هنا وتسمع من هنا وتسمع من هنا عشان تبدا تفهم الفكره بالزبط. بس انا في وجهه نظري بشوف ان الجمهور حتى دعم شفنا اللعيبه لما احرزوا الهدف وجريهم على المدرج هم محتاجين المساندة دي. انت عارف جمهور الوداد فعلا في الملعب جمهور صعب وجمهور بس احنا شفنا شفت امبارح كميه ازايز اترمت بصراحه على لعيبه الاهلي طول الماتش بصراحه عدد كبير جدا جدا وفي كلتا المرميين يعني سواء هنا او هنا. فانا اعتقد لا يعني جمهور امبارح الحمد لله عملوا يعني عامل مساعد جيد وربنا سبحانه وتعالى كافيهم بفرحه جميله. اكيد اي حد حضر اللحظه دي في الاستاد اكيد مختلفه تماما عن انت بتتفرج عليها على التلفزيون. بس اتفق معايا كريم ان مفيش حد اصبح بيمثل عقده للاهلي يعني لا. انت لما تكسبني مره اتنين انسى انك تعرف تعملها تالت. بص بصراحه عايز اقول حاجه هي طبعا كلمه العقده احنا بنستخدمها كميديا وبنسميها كجمهور، لكن تروح تكلم اللعيبه انا بقول لك يعني الانديه الافريقيه دلوقتي مع بعض مفيش اصحاب اللعب معاك كل سنه خلاص بقيت معتاده. هم كانوا مركزين على القصه دي في الاعلام حتى في المؤتمر الصحفي ودايما كانوا مع الضغط الجماهيري والحضور الاعلامي والمسانده والعقده وانا كسبتك اتنين فاينل قبل كده. بص يا محمد خلينا عارف عدم تعامل الاهلي مع الافكار دي خلينا نتفق على شيء ان الوداد كان وفاندن بروك كان في معرفه ان في فجوه فنيه ما بين الفريقين كانت واضحه عشان كده خدك في ماتش القاهره كانوا بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يشدوك لبره الملعب لان احنا تنافسيا خلينا نقول الدليل على كده ايه ان الوداد حتى في قمه هجماته هدفه جه منين؟ من ضربه ثابته. بصراحه لو اتعادت كذا مره مش هتيجي كده السيناريو ده مش هيجي كده فاهم قصدي؟ فانا بشوف لا انا بشوف ان هم حاولوا يعملوا يستخدموا وده حقهم على فكره كل ما هم ما عندهمش حاجه ثانيه يعملوا يعني هم كانوا شايفين في بعض الادوات يقدروا يستخدموها منها اداه الجمهور والضغط العصبي اللي شفناه منها اداه انك تاخر الكوره اول ما تقدم انك تاخر اللعب وتقعد تضيع في الوقت كل دي اساليب احنا عارفينها ويجب التعامل دايما معاها بخبره. لاحظت حاجه امبارح ايه بقى؟ الوداد ما عندوش دكه. دي طب صحيح يعني لدرجه هو لاعب زي مزراج كان مصاب طبعا ونزول حميد احداد مش مؤثر نعم وتغييراته خاطئه وحميد احداد هو ما بيعتمدش عليه بصراحه بشكل دائم يعني ما لعبش في البطوله غير ماتشات هو اوريدي لما دفع ب بوهره ودفع ب اوناجم من بدايه المباراه هو فقد يعني خلاص في مكانين او في كارتين هو دايما بيستخدمهم من على كتب وزي مترجي كان واضح جدا ان هو مصاب حتى في حركته كان له تاثير خالص. فانا طبعا ديك البدلاء نادي الوداد من احد اسباب ان هو طبعا ضعيفه وما ساعدتوش كتير لكن يبقى بكل امان رغم الخساره فاندن بروك مدير فني
مكسب لنادي الوداد. انا شايفه شو. نعم شو شوي. يعني بيشتغل شو اكتر بيشتغل في الملعب. لا يعني انا بشوف، لا انا يعني معلش الراجل يمسك الفريق من بعد جريده، وانت عارف جريده بيسيب الفرق عامله ازاي بدنيا وفنيا. بدنيا وفنيا بصراحه، ان هو يقدر يعني يتخطى سان داونز، يقدر يوصل تصدر الدوري المغربي، برضو دي حاجات هو بيحافظ لهم على الموسم. الموسم كان ممكن يضيع منك، فاهم قصدي؟ انا اعتقد اداره نادي الوداد غيرت ليفاندنبروك عشان يحموا نفسهم من اي سيناريو ممكن يبقى درامي في نهايه الموسم. هل كنت قبل المباراه عندك تفاؤل متوقع الاهلي يكسب الكريم؟ طبعا دايمين، ده انا كنت متوقع ان النادي الاهلي من بدايه المباراه هيفاجئ الوداد، والشوط الاول لوحده بس يخلص 2-0. ليه؟ انا كنت متخيل نادي الوداد برضو يعني لياقيا وبدنيا وفنيا داخل الملعب مش افضل حاجه بصراحه، وانت تقدر تلعب عليه كوره، بس احنا بصراحه بدايه المباراه بتاعتنا كانت وحشه. بدايه المباراه كانت شكلها كانت وحشه، ما كانتش، احنا ما كناش واقفين، وحتى الترانزيشن اللي عملناه ما كانش افضل حاجه بصراحه. حمدي فتحي برضو كان عنده مواقف كتيره، يعني يقلبنا من الدفاع للهجوم ويعمل لنا حاجات مرتده ويحطنا في موقف خطره، ما كانش بيحط رجله على الكره كويس. ما كان اختياراته في التمرين ما كانتش افضل حاجه، فانت فقدت. وطبعا جه الجون في الدقيقه 32 خلاك عايش في رعب، ارتبك جدا، كانت واضحه قوي، وواضحه حتى نفس اللعيبه، يعني اللعيبه بعد الهدف بقوا متعصبين جدا 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 في الربع ساعه من نهايه الشوط الاول، يعني واعتقد فادهم ان هم دخلوا بين الشوطين كله قدر يلم الدنيا وقدر يفوقهم وقدر يخليهم كمان يركزوا في الماتش. وكمان عجبني قوي قوي ان هو قدر يلم الدنيا في اخر ربع ساعه، ان انت تعتمد على الكرات الطوليه وتلعب كرات وتلعب ركنيه بتكتيك معين، احنا شفناه كتير قوي ان الاهلي نفذ التكتيك ده كتير قوي 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 قوي، ومحمد منعم فعلا ممتاز جدا فيه. فدي ده بيبين لك ان المدير الفني عنده حلول، مش بس بقى يعني في مديرين فنيين لما بداية الدنيا قفلت، بصوا يا جماعه ربنا يوفقكم انا هقعد وخلص اتصرفوا انتوا. هو ما عملش كده، هو قعد يفكر ويشتغل. وعجبتني قوي 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 تغيير رامي ربيعة. انا كنت لسه اسالك عليه، تغيير رامي ربيعة التوقيت. بص اسالك بقى ازاي التوقيت اللي خرج فيه بيرستاو ونزور رامي ربيعة هو التوقيت اللي كانت فيه مساحات في خلف خطوط الدفاع بتاعه فريق الوداد، فالهجمات المرتده او المساحات دي ما اشتغلش عليها شريف وعبد القادر بالشكل الافضل، في حين لو كان تاول اللي موجود في الجزئيه دي اعتقد كان ممكن يجيب هدف واثنين. صح، بس انا بصراحه كنت شايف ان هو اهم حاجه يفكر فيها في نزول رامي ربيعة، ان رامي ربيعة هيبقى مع ياسر ابراهيم ومع محمد منعم ثلاثي حائط صد في مواجهه هذا الكم العرضيات المتوقعه من الوداد. الوداد خلاص مش هيلعب كوره، الوداد هيعمل حاجه واحده بس، هيرمي الكره الطوليه ويرمي البالون داخل منطقه الجزاء عشان سواء ياخد ركنيه او ان حد ربنا يوفقه ويجيب هدف. انا عايز اقول لك الكليرنس بتاع الثلاث مدافعين بتوع النادي الاهلي في اخر 6 دقائق ونحط عليهم 8 على اخر 14 دقيقه كان امتياز. احنا خدنا تقريبا 90% من الكرات العاليه قدام مين؟ قدام سامبو اللي كان حارمنا من الكرات العاليه هنا في القاهره. مظبوط. فلا انا يعني تغييرات كولر في نهايه المباراه دي بصراحه ممتاز. بص المباراه تحديدا اقدر اقول من المباريات اللي ممكن يكون كولر استعان باراء الجهاز المعاون. نعم. ليه بقى؟ تغيير رامي ربيعة مش اول مره تحصل. ايوه. دي للمره الثالثه في النهائيات تحصل. اوكي. يعني حصلت في 2012 خرج جده. ايوه. لما كنا بنلعب الترجي التونسي وكان حسام بدري بيقود الفريق. صحيح. ونزل رامي ربيعة. صحيح. حصلت في فاينل 2020 امام الزمالك. ايوه. ورامي ربيعة نزل في الدقائق الاخيره. صحيح. 2023. صحيح. ودي خلي بالك نزل رامي ربيعة. ايه يا محمد؟ على مدار 11 سنه مع اختلاف الاجهزه الفنيه. صح بس هي تغيير منطقيه. ان انت بتبقى فاهم طبعا انت ادركت الهدف المنشوب بتاعك في دقائق متاخره. المنافس ما عندوش رفاهيه الوقت ان هو يهاجم العمق، مستحيل. اكيد هيلعب على العرضيات. فانت لازم تنزل مساك ثالث، ولو عندك مساك رابع وعندك تغييرات نزله. ليه؟ لان انت هتبقى الخناقه مين اللي ياخد الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء. وده كان نفسه بس يعني حد ينزل الكره على الارض وحد يلطش، فاهم؟ انت بتلعب لعب عشوائي. مفيش خطه. ليه؟ مفيش وقت، فاهم قصدي؟ لقطه حسين الشحات مع بملاك، عايز اقول لك اللقطه دي لفت العالم كله. طبعا. وراحت وناس، حتى انا شفت حكام في على تويتر من خلال حساباتهم اتكلموا عليها. اللقطه دي ممكن تسحب من رصيد بملاك الفتره الجايه على فكره. اوكي. ان هو كحكم ما ينفعش حد يحتك بيه بالشكل ده، بس حسين تحديدا ننصحه نقول له يا كريم ما يعملش كده تاني. يعني حسين كان منفعل للغايه، منفعل بشده، وكمان المباراه النهائيه دي ما تستحملش، خلي بالك الانفعالات دي انت كمان ما تضمنش
يعني الحكم ممكن يعمل معاك ايه؟ يعني بملاك في 2017 بكل امانه يعني ظلمنا المكان. لا ما كانش بملاك، كان قصدك فاينل الوداد؟ اه كان بكاري جسامة. كان بكاري جسامة اللي كان فاينل هناك بالظبط. بكاري جسامة مش عايز اقول لك كان أستاذ. كان حاجه مش ممكن، ده استاذ ورئيس قسم مش ممكن بجد. موت الماتش، قتله لك. اه ما يدكش مساحه، قتله لك، قتل لك المباراه. يعني كان هو معلم في كيفيه اهداء اللقب بكل امانه. قاعد في البيت دلوقتي. اه خلاص بقى. بملاك بصراحه انا على مستوى انا دايما بشوفه حاجه كويس على فكره. بملاك يعني ممكن يكون عنده اخطاء معلش، رضوان جيد، جمهور الاهلي كان يعني بيحبه جدا جدا وهو فعلا حاجه جاي جدا، بس له اخطاء. شفنا اخطائه في ماتش فيتا كلوب، شفنا اخطائه في ديربي الوداد والرجاء. فبرضه لازم الناس تعرف ان الحكام بيغلطوا زي اللعيبه. بملاك بصراحه انا بشوف عمري ما شفته موجه. عمري لك على المفاجاه بالنسبه لملاك. اتفضل. احنا كان عندنا مفاجاتين بخصوص بملاكة سينا. المفاجاه الاولى كانت متاحه تتقال في التوقيت ده اللي هي الخاصه انه مش هيعتزل. نعم. عشان موضوع العقد الاحتراف والكلام ده كله. نعم. المفاجاه الثانيه ناس كتير بتسال طب ليه بملاك مكمل لغايه دلوقتي رغم ان الجيل بتاعه كله اوت، يعني كله خرج من القائمه الافريقيه. بملاك من شهور قليله جدا اتعرض عليه رشوه في احدى التصفيات الافريقيه لمنتخب افريقي كبير وكبير جدا ولبعه طويل جدا في الكره الافريقيه، ومش من فرق الشمال، من الفرق الاخرى اللي هي المتمرسه اكتر على المنافسات الافريقيه في زون معين في القاره الافريقيه. قدر يثبت واقعة الرشوه دي بالمستندات وبالصوت والصوره وعرضها على ماسيمو بوساكا وعرضها على لجنه حكام الكاف. فمن وقت الموقف ده بملاكة سيما اصبح من الحكام المشهود لهم الصفوه، من الصفوه ان المفروض يكمل. ايوه يعني في بكاري جسامة لسه ما وصلش لسن الاعتزال ومع ذلك خرج. أيوة. رضوان جيد خرج، صادق السلمي التونسي توقف. أيوة. فما هم عندهمش يعني ما عندهمش رحمه لاي حد هيغلط، لكن بملاك بعد الموقف ده اتكافئ باداره النهائي. أيوة. عشان موقف زي ده وانه ما راحش كاس عالم وخد كريدت زياده بالظبط كده. انا بصراحه بشوف دايما بملاك حكم كويس، وبصراحه دايما مش يعني خلي بالك برده احنا بقالنا فتره عندنا الناس عندها دقيقه يعني اخطاء التحكيم في الاونه الاخيره كترت، وانت عارف كمان ان دلوقتي الكوره الناس بتركز معاك في ادق التفاصيل. زمان ما كانش فيه كده. زمان الناس كانت بتركز في القرارات المهمه قوي المؤثره قوي. دلوقتي انا اقسم لك بالله الناس لو لاحظوا ان حكم اللقاء عمل رياكشن بوشه مش المفروض يعمله هينتقد. رياكشن بملاك من كام سنه لسه لغايه دلوقتي بالظبط. فعايز اقول لك لا انا بشوف بملاك بصراحه حكم كويس، بس هو الامانه امبارح عمل حاجه انا ما شفتهاش قبل كده اللي هي ان هو كل لعبه بيحس بس ان لاعب الوداد بيعمل سيميوليشن، عارف الحركه بتاعته دي ايوه مع ان في كرات ايه ممكن يتزام عليه الجمهور بقوه، فاهم قصدي؟ خلاص بقى عنده باور، فاهم؟ عارف ليه عصام عبد الفتاح؟ خدوا بالكم عصام عبد الفتاح كان خرج بتصريح وقال حكم امين. ايوه محدش كان واخد المغزى من التصريح. أيوة. هو كابتن عصام قال حكم امين اللي هو كمسؤول في لجنه حكام الكاف ما يقدرش يطلع يعلن التفاصيل دي. أيوة. احنا كاعلام نقدر نعلنها لان دي مصادر ومعلومات نقدر نقولها لكل الناس. أيوة. حكم امين للموقف اللي بحكيه لحضراتكم بس يعني عشان الناس تبقى عارفه في كواليس يعني ما ينفعش نحكيها او ما ينفعش تحكي في توقيت معين، بس الناس دايما لازم ما تروحش للاحكام الاستباقيه. استنى والناس برضو لازم زي ما انت بتنتقد ساعات حكام لمواقف لازم لما حد يعمل حاجه كويسه تشد بيه ان هو بصراحه امبارح ما ظلمش حد ولا ظلم الوداد ولا ظلم الاهلي. وانا عجبني بصراحه حتى النهارده في المغرب ما حدش طلع مثلا قال لك احنا كسبنا البطوله. أيوة. بس زي ما طردش حسين الشحات ولا عمل. أيوة. عليها قصه كبيره. لا انا نفسي نبقى كده يعني لا يعني الموضوع بصراحه انا شايف ان هو تاني موضوع ال هو هسميها ايه؟ موضوع الشماته الزايده على اللزوم على السوشيال ميديا هو ده اللي لازم يقل. هو انا ما بقولش عمره ما ينتهي من كره القدم، مستحيل. كره القدم اساسها التنافس، ماشي اوكي ده كويس، لكن لازم ان انت تقف عند حته معينه. ما ينفعش الموضوع يزيد عن الحد، ما ينفعش الموضوع يصل لدرجه ان ناس بتدفع فلوس عشان تسافر من مكان لمكان عشان تشجع. صعب. لا انا بتكلم الله على التفكير ان احنا ده اصلا اعتقد ده دورنا ان احنا برضه خيبك يا محمد احنا في عصر الناس بتقلد. احنا في عصر التقليد والناس لازم تسمع صوت تاني. احنا خلي بالك انت عمرك اي حد عايز يعمل تصرف انت مش تمنعه. اي حد عايز النهارده اي حد عايز يعمل اي حاجه ويصور نفسه هو بيعملها هيعملها وتوصل في ثانيه وهينشرها. انت عمرك ما تمنع ده، مستحيل. هيقول لك ايه حريه الراي ومش عارف ايه بالظبط وخش في السكه دي. طيب اوكي احنا بقى عايزين نقدم بديل.
عشان يعني دورنا مع الناس, الناس هتيجي تسالك تقول لك اوكي انا ما شفتش غير ده, اديني بديل, اديني بديل, اديني بديل. فاحنا بنقول للناس لا في تنافس وكل شيء, لكن انا ما تخيلتش ان انت تصل بيك درجه ال- 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 الشماته ان انت في حد يقول لي ايه. طب يا كريم سوري في الكلمه, طب ما بيحصل هتافات مسيئه في الاستاد, في الاستاد في الاستاد ممكن ده يحصل, الاستاد متعودين في الدنيا كلها وفي عقوبات بتحصل بالظبط متعودين, بس الفكره انت ما فيش انتنشن, انت ما رحتش. يعني مثلا هل يصح ان اي حد من الجماهير يروح للاعب في بيته او في عند, ما يصحش, ما ينفعش اصلا. انت هنا بتحول المشكله من مشكله رياضيه شخصيه لمشكله اجتماعيه, مشكله اجتماعيه بقى فيها محاضر بقى وحاجه تانية بعيد عن الكوره, يعني مش كوره. فانا بتكلم فيه لا, ما يصحش ان احنا نعمل تصرفات وما ينفعش يبقى ده المثل او الناس تفهم ده طبيعي. ده مش طبيعي, ده مش عادي, ده مش, ده غلط, غلط انك تروح لا عايز تروح روح شغل خلاص اوكي, بس ما تستفزش. انا بتكلم على الاستفزاز, الاستفزاز انك تروح لحد بعينه وتستفزه بره الملعب, لا مش حقك. عايز تروح الماتش اوكي, انت ربنا سبحانه وتعالى فتحها عليك وكسيب لدرجه ان انت تصرف هذا الكم من المبالغ الماليه وسط العالم كله عنده مشاكل اقتصاديه, يعني الناس كلها بتعاني وانت بتصرف هذا الكم من المبالغ الماليه عشان المجرد بس ايه, مش فرقتك. يعني لو فرقتك اوكي هنقول اوكي انت بتحب, لكن مش فرقتك امر صعب جدا, وما نتمناش ان الولاد الصغيرين حد يتعلم من التصرفات دي ولا يشوفها ان هي مثلا قاعده. طيب بعد الفوز بدوري ابطال افريقيا ايه اللي جاي؟ اللي جاي كتير على فكره يا جماعه. بالظبط هو الجديد عندك انت بقى السوبر. طيب. الناس بتسال على ماتش السوبر. طيب ماتش السوبر الافريقي ما بين الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري, يعني طبقا للوائح المفروض المباراه في القاهره. نعم. الاهلي بطل دوري الابطال, وطبقا للاجنده اللي حددها الكاف في اول هذا العام ان المباراه في شهر 8 في اغسطس, ولكن لما جه توقيع الاتفاقيه ما بين الاتحاد الافريقي والمملكه العربيه السعوديه الاتحاد السعودي لكره القدم, الاتفاقيه فيها تفاصيل كتير يمكن احنا كشفنا جزء منها من خلال يلا كوره يا كريم في الفترات الاخيره. نعم. ولكن بما ان احنا خلاص بقى مقبلين على بطوله جديده للاهلي, والاهلي دلوقتي اصبح طرف اصيل في لقاء السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه الجزائري, اصبح لزمن علينا نقول لكم ان خلال الشهر اللي جاي ممكن يكون في تعديل, لان اتفاقيه الشراكه اللي ما بين الاتحاد الافريقي والاتحاد السعودي بتتضمن اقامه السوبر الافريقي في المملكه العربيه السعوديه, واعتقد اتفاقيه مشابهه للاتفاقيه اللي كانت مع دوله قطر. هي بالظبط كده. فيبدو ان احنا خلال ايام قليله جدا هيتم الاعلان عن تنفيذ بنود هذه الاتفاقيه, والتي على راسها بالتاكيد اقامه اول نسخه لكأس السوبر في السعودية. ومن حسن الحظ للأشقاء في السعودية يعني الأهلي, يعني الأهلي لما يروح السعودية طبعا أيا كان الملعب اللي هيتلعب عليه هيمتلئ عن آخره. حتى اتحاد العاصمة برضو الجزائر ليها يعني ليها جالية كبيرة في السعودية, فإقامة المباراة في السعودية أنا شايفها يعني كنسخة أولى خطوة جيدة جدا. طبعا حاجه مهمه جدا, طبعا احنا عايزين برضو يا جماعه لازم نبص, يعني انا ومحمد هنتكلم معاكم شويه عن مكاسب النادي الاهلي من الفوز بدوري افريقيا, لان بصراحه الامور بقت مكاسب اقتصاديه كبيره تمثل في وجهه نظري يعني ربما توازي ميزانيه عامه لدوله صغيره او متوسطه في افريقيا. يعني بنتكلم هذا مبالغ كبيره جدا. طب بنتكلم دوري ابطال افريقيا 4 مليون, انت هتاخد 4 مليون غير طبعا الفلوس المشاركه في مونديال الانديه, وكل ما انت هتتعدى ادوار معينه هتصل لرقم معين. انت ممكن اصلا دوري الابطال مع كاس العالم للانديه ربما يصل اتليست اقل حاجه ممكن تحصل عليها 7-8 مليون دولار, اضرب في 30 او 32 جنيه دلوقتي. انت بتتكلم ما يقرب من حوالي ربع مليار. مبلغ كبير جدا. طب تعال كمان نضيف بقى كاس السوبر, كاس السوبر برضه له مكاسب كبيره. طب تعال بقى كمان نقول احنا ما هنروح الاهلي هيروح ليه دوري السوبر الافريقي, دوري السوبر الافريقي غير ماتش السوبر. دوري السوبر هيتلعب زي ما احنا قلنا لكم من النوك اوت من دور الثمانيه. هتلعب دور 8 سيمي فاينل احنا بنتكلم على الانديه, بل من 2010 لنص 11 بالظبط. تكسب لو انت اول, يعني كسبت البطوله بتاعك خدت لك 10 مليون دولار 10 مليون, يعني احنا بنتكلم اصلا النادي الاهلي اذا ربنا وفقه كسب السوبر الافريقي. ربنا وفقه كسب السوبر الافريقي اللي هو مباراه واحده تمام, وكسب ان شاء الله دوري السوبر الافريقي. وبقول مثلا يعني طلع ثالث او وصيف المونديال
ممكن شغلها المكاسب شغل ايه المكاسب لا مش محتاج المكاسب الماليه 4 في 2 في 1 في 2 فبتتكلم في 4 او 5 تانيين 4 دوري الابطال ايوه مينيمم 3 ونص 4 مثلا كاس عالم ادي 8 كده دوري السوبر بتتكلم حد الادنى حد الادنى يعني 6 لو وصلت فاينل بدون المكافئات والحوافز 6 فانت بتتكلم كده 14 مليون دولار 14 والسوبر الافريقي السوبر الافريقي جايزته ب 300 الف دولار يعني رقم نص مليون اعتقد يعني تمام. رقم كبير يعني بتتكلم ان انت النهارده ممكن تصل الى 16 او 17 مليون دولار لما نضربهم في 32 جنيه ب يعني سعر الصرف المحلي 600 مليون تخطى 600 مليون نص مليار نص مليار نص مليار في ايه في كام شهر في من شهر 6 لشهر يناير مش يبقى دخلنا مش يبقى دخلنا يناير محمد 12 اخر 12 لان كاس العالم اصلا اخر في منتصف اخر بطوله في منتصف هتخلص على اساس ابص على حاجه نعم كاس السوبر الاهلي واتحاد العاصمه لو ما تلعبش في 8 في القاهره هيتلعب في السعوديه بس ممكن يتلعب امتى يا في ديسمبر قبل كاس العالم يا في فبراير بعد كاس الامم اوكي بس هو خلي بالك في مواعيد يعني انا اعتقد ان هي متحدده ان هو هيتلعب من 12 ديسمبر لغايه 19 او 20 ديسمبر كاس العالم للانديه لا انا بتكلم على كاس السوبر بالاهلي واتحاد العاصمه كاس السوبر نفسه اوكي كاس السوبر نفسه فاحنا بنتكلم احنا بنتكلم اكيد طب يعني في كل احوال البطولات دي اقل من سنه اقل من سنه يعني بنتكلم 6 شهور 7 شهور ماكسيمم انت ممكن تلم نص مليار جنيه 500 مليون جنيه اللي هو انا اسف ممكن بكره الصبح تبني استاد تبني استاد فاهم قصدي فتاني احنا بنتكلم ان صناعه الكوره بقت مختلفه الانديه نفسها يا جماعه الانديه الكبيره والانديه الجماهيريه اللي احنا دايما نتمنى ان دايما الانديه الجماهيريه هي تسيطر على الامر الانديه الكبيره لازم تشكل قيادات وادارات اقتصاديه لان الاداره لوحدها ما تقدرش بس في حد انا مشفق عليه كريم مين بقى الحاج عامر حسين عشان مواعيد اجنده باظت انت السنه الجايه الاجنده باظت من دلوقتي باظت جاهز بالراسه اجنده باظت بس بامانه برضو تاني المكاسب الماليه انتخابك اعتقد الاتحاد بياخد نسب من الكلام ده بص الاتحاد هياخد من مشاركه الاهلي في دوري السوبر الافريقي مينيمم مليون ونص دولار اوكي 10% يعني مليون دعم ونص مليون عشان الكره النسائيه اوكي فادي مليون ونص مشاركه فوز الاهلي بدوري ابطال افريقيا الاتحاد المصري ليه نسبه منها ما انا بقول يعني في فلوس برضه في فلوس بتخش يعني الاتحاد مثلا لو النادي الاهلي مثلا بقول دخله 16 او 17 مليون دولار الاتحاد هيخش له منهم 2 مليون. مليون او 2 مليون ونص مبلغ مهم برضه يعني يمشي الدنيا شويه فانا بشوف لا الناس لازم تبص للكوره بنظره مختلفه الكوره دلوقتي بقت صناعه لازم يكون عندك ادارات اقتصاديه لازم يكون عندك ادارات فنيه لازم يكون عندك ادارات يعني مختلفه يعني عارف تنوع زي الشركه زي المؤسسات الكبيره الموضوع ما فعلا ما بقاش زي زمان بقى فرقه كوره جهاز فني مدير كوره لا خلاص بح واحد شركه بح انتهى الموضوع النهارده وعايز اقول حاجه محمد بجد والله بجد يا جماعه النادي الاهلي فيه جنود مجهولين في هذه الانتصارات اوعوا تفتكروا ان ده برضه شغل كولر بس او شغل اللعيبه بس لا مين لا في جنود مجهولين انا ابدا دكتور ايهاب علي والدكتور لما اقول الدكتور ايهاب علي الناس كلها ممكن تظن ان انا بتكلم على دكتور طبيب العظام لا مش طبيب العظام دكتور التغذيه دكتور ايهاب علي واحد من الافراد الجداد اللي دخلوا الطاقم الطبي مع الدكتور احمد ابو عبله السنه دي والدكتور ايهاب علي واحد من الدكاتره المميزين هو دكتور تغذيه واحد من الدكاتره المميزين للغايه للتغذيه في مصر ودكتور ايهاب علي اول قرار خده لما دخل مع الجهاز الطبي يا محمد وخد قرار ان يعمل كل لعيبه النادي الاهلي الدي ان اي تيست يعني ايه دي ان اي تيست الدي ان اي تيست ده حضرتك ده بتعمل ياخد منك عينه دم من الرياضي ويبدا يحلل لك كل جيناتك بتاع جسمك مظبوط حضرتك انت معرض لايه يقول لك انت معرض مثلا للكوليسترول انت معرض للسكر انت معرض جيناتك هي اللي بتقول كده بالظبط والجينات دي بتاخدها من والدك او من والدتك بيبدا بناء على الاختبار ده يبدا يحط لك كل النظام الغذائي المناسب لاكلك لجسمك هو ده تمشي عليه بالظبط انت مش عامل ريجيم انت عامل لايف ستايل ده اسلوب حياتك اللي انت هتعيش عليه
في لعيب النهارده عنده قابليه انه يبقى عنده سكر، في لعيب النهارده عنده شهيه بعد اداء المباريات. كان مين مثلا كده لو هنفتكر؟ هيجوين. لو تفتكر هيجوين كان دايما يرجع في الصيف يملى جدا، يروح اجازه شكرا يملى، اول ما يرجع من الاجازه هوب مع الفريق بتاعت ليه هو ايه رجع رفع، دي طبيعه جسمه. فده برده هو كان بيقص عليه بعض المباريات، لان انت بتتكلم على وزن زايد، في لعيبه كده. فعايز اقول لكم دكتور ايهاب علي واحد من الدكاتره بصراحه، او واحد من الجنود في وجهه نظري، يعني جنود المجهولين، ان النهارده اكيد فاد النادي الاهلي. عندنا برضو اعتقد الجانب الاداري، الجانب والطبيب النفسي، دكتور احمد. دكتور احمد ده ممتاز جدا، وبنشوفه ازاي النهارده كان عامل دور جيد جدا في تحفيز اللاعبين. ده من الثالثه شمال، ايوه من مشجعي النادي الاهلي يعني. لا وافكاره جميله. يعني بص ما تسمع مثلا واحد حاجه حلو مسالك ايه، قال لك انا هنوجع دماغنا ليه، اللعيبه هتلعب ضغط عصبي، تعالى هتمرن كام تمرين، خمس، هات الام بي 3 وهات الكاسات، وعمل لهم الاجواء بتاعه جماهير الوداد عشان تبقى انت بتتدرب وسط نفس الاجواء اللي انت هتخوضها في المباراه الاولى، واقف ما بين الشوطين مستني كل لعيب وعمال يشد من ازره، هو بيعمل دور نفسي مميز جدا جدا. انا بصراحه هقول لكم حاجه، الشوط الاول احنا متفقين بكل امانه لعيبه الاهلي ضغطت نفسيا بعد الجون، كانت واضحه. الشوط الثاني خلي بالكم جماهير الوداد عملت حاجه، ما اعرفش خدت بالكم منها ولا لا، جماهير الوداد عملت لأول ربع ساعة من الشوط الثاني كانوا بيستخدموا حاجة اسمها قنابل صوت، معرفش تخط بالكم ولا لا، كان في صوت الناس عمالة تسمعه، حاجة بتفرقع، حاجات بتفرقع، والناس عمالة تقول هو ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده؟ هو في ايه؟ الصوت ده غريب، الصوت ده من الماتش ولا مش الشوارع اللي جنبنا؟ الناس كلها كله مندهش، حتى واحنا بنتفرج في يلا كورة بنلعب، ده بيعمل يعني صدى شوية في الملعب. لا وبيخض، يلاقي هو كان بيعملوها لمين؟ كان بيعملوها للشناوي، قنابل الصوت دي حاجات. ده في الشوط الثاني لما راح الناحيه راح عندهم اول ربع ساعه كانت واضحه قوي. خد بالك جزء من التكتيك بتاع المباراه ان الفريق لما بيجي سنتر في بدايه المباراه يقول لك انا عايز ابدا من هنا. ايوه عشان الشوط الثاني يبقى الضغط. طبعا اول ربع ساعه انا بدات اشوف ان قنابل الصوت دي بدا يتم استخدامها بصوره فائقه. ليه؟ هو كان عايز يشتت الشناوي، ده بيعرفك قد ايه بصراحه الجماهير عندهم، احنا اقول لكم ايه، الجماهير عندهم جزء من التكتيك ده حقيقي. يعني الجماهير ربما يكون المدير الفني بيجتمع بقادتها وبيقول لهم على فكره انا عايزكم في الوقت الفلاني تعملوا في هي لقطه الشماريخ اللي اتكلمنا فيها من شويه. هي ضرتهم هم عملوها في تنزانيا. سيمبا كان متقدم 1-0 وكان ضاغط فاشعلوا شماريخ، فالرؤيه مبقاش واضحه، فحكم الفار طلب الحكم يوقف المباراه. فلما وقف المباراه ايقاع المباراه وريتم المباراه هدي، حبوا يعملوها في الماتش ده. ما جاتش كده، جت بالسلب، ده بالاهلي بالعكس هدي ونزل وضغط اكتر. يعني في كل الاحوال هي بتبقى اسالي. فاحنا دكتور احمد طبيب النفسي للنادي الاهلي واحد من الجنود المجهولين اللي بيساعد في يعني ان اللعيبه تتجهز للحته، واحنا ياما بصراحه طالبنا بان الطبيب النفسي يبقى دايما مش فريلانس، يبقى دايما متواجد. سافر امتى؟ ايوه بعد ماتش سان داونز سافر مع الفريق بعدها. اوكي بقى موجود مع الفريق في كل الرحلات بالظبط. وطبعا الثالث بقى اللي احنا لازم طبعا نتكلم عليه مدرب الاحمال. انا بصراحه مش متذكر اسمه، بس مدرب الاحمال واحد من افضل مدربي الاحمال اللي جم في الفتره الاخيره للنادي الاهلي. طب نقيس على ايه؟ تعال نقيس ببساطه، انا هقول لكم ببساطه، تعالوا نعمل مقارنه كده ما بين النادي الاهلي السنه دي في الفتره من شهر مارس بعد العوده من كاس العالم للانديه في المغرب لغايه نهايه الموسم، ونفس الفتره خلال السنتين اللي فاتوا. احنا دايما كنا نقول يا محمد السنتين اللي فاتوا الاهلي بيتضرر تماما بعد ما يرجع من المونديال، لان في المونديال بيلعب ثلاث مباريات شداد جدا، اسبوع 10 ايام دول بيستهلكوه، وكمان انت فرقه تقيله وانت بتلاعب فيهم الصفه بتوعك ما بتقدرش تتغير، دي ماتشات مهمه فش هتعتمد فيها على لعيبه 23 لاعب بالظبط. فتاني شوف الفرق النهارده، النادي الاهلي النادي الاهلي امبارح اهو احنا بنتكلم بدا هنا واقف على رجليه. انت احنا لعبنا لغايه الدقيقه 98، احنا لغايه الدقيقه 98 نقدر نجيب جون، ولاعبين ماتشات مع اكتر من الوداد السنه دي نقدر نجيب جون. ده احنا اللي بندحنا، احنا بس لو كان عندنا شويه حميه عند قفشه وعند عبد القادر وعند شريف كنا جبنا جونين بالظبط اخر 10 دقايق دول. ليه؟ ان انت عندك مساحات. فدول برضو بصراحه انا دول جنود مجهولين كنت انا احب الاشاره ليهم، طبيب التغذيه وطبيب الجزء النفسي ومدرب الاحمال. اختم معاك بلقطه
طب في حاجه ثانيه عندك؟ لا كده تمام كده 100 100 زي الفل. طيب هختم معاك بلقطه يمكن لفت انتباه ناس كتير على السوشيال ميديا بس ما حدش لسه في مصر اتكلم عليها، بس انا من خلال متابعاتي للكره الافريقيه الاستاذ فوزي لكجع رئيس الجامعه الملكيه ونائب رئيس او عضو اللجنه التنفيذيه في الفيفا والكاف، دايما وهو على المنصه بتحصل معاه ازمات او بيختلق ازمات. الكلام ده من ايام بابلك تسيبك ماتش نهر البركان والزمالك برج العرب، مرورا بكاس العالم في قطر ولقاء التحديد المركز الثالث والرابع لما احتك بالحكم شويه واتكلم معاه، مرورا قبل كده بواقعه حصلت بينه وبين احد المسؤولين في الاتحاد الافريقي، الى ان امبارح شفنا لقطه بينه وبين كهربا. كهربا بيحتفل، ايه الفكره انك تروح تقول له هدي صوتك، هدي صوتك وصوتك عالي وبتصرخ ليه؟ انا اعتقد يعني الاستاذ فوزي رجع خلال الفتره الاخيره اصبح واحد من نجوم الشباك المسؤولين في القاره الافريقيه، واسمه احنا حتى هنا في مصر اسمه بقى متداول جدا. انت لو نزلت اي قهوه شعبيه، مش هقول لك حتى يعني قهوه شعبيه، قلت الناس هتعرف فوزي رجع هيقول لك اه طبعا اعرفه، ده رئيس الوداد ورئيس نهر البركان زمان ورئيس الاتحاد المغربي وعنده حاجات كتيره في الكاف معروف. فبالتالي بدات احس ان هو بدا ينتشي بان لما بيحصل انتصارات للمنتخبات او الأندية انا المسؤول جزء منها. لا ده انا لوحدي، انا لوحدي مش جزء منها كمان. لا ده انا لوحدي بس هو مش هجيب جون. اصل اقول لك على حاجه، امبارح انا شايف يعني رئيس نادي الوداد واقف ما فيش اي تصرف منه. صحيح. في المقابل انا شايف رئيس الاتحاد المغربي، عارف انت لما يكون مثلا ايه رئيس النادي والاستاذ جمال علام، ايوه هل انت بتشوف اي تصرف من الاستاذ جمال علام؟ لا طبعا، لا طبعا ما يصحش كمان، ما يصحش. فكره انك تروح لكهربا تتكلم معاه وتقول له تحتفل وصوتك عالي وبتسرب مين ده؟ هو قبل يعني ما يروح لكهربا راح لعدد من لعيبه الوداد كان بيتكلم معاهم في بعض الاخطاء الفنيه ارتكبوها. لا اتلاحظت منين؟ في لقطه كده له واقف مع يعني الفيديو اللي محمد بيتكلم عليه ده هتلاقوه على اليوتيوب، هتلاقوا فوزي لقشع واقف مع اثنين لعيبه من الوداد وعمال يشاور لهم هنا وبيعمل حركات بايده وحيلك ان هو بيتكلم على تحركات، يعني واضح ان هو بيتكلم فني، انت ازاي ما عملتش كده وكان في كره، واضح ان هو بيلومهم على الفينش او حاجات معينه في الهجمات اللي شفتها. انا ما شفتش رئيس الوداد بيلعب على اللعيبه كده. لا وهو اصلا تقديري انت مش فني، هو اصلا كمان الاستاذ ابو زلقشع وانت اصلا مش لعيب سابق، يعني انا ما سمعتش يعني هو لعب كوره؟ لا 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 معرفش يعني ممكن يكون لعب ممكن، بس اكيد هو مش اسم كبير في الكره المغربيه، مش تيبوم يعني. لا مثلا يعني ولا بدو زكي ولا زكي يعني. مش هو مش من الناس دي يعني، او الناس دي زي مثلا كابتن الخطيب. كابتن الخطيب النهارده منصبه اداري مظبوط، لكن لو شفنا كابتن الخطيب بيدي تعليمات فنيه كلنا هنتقبلها. طب بيراقب لعيب في لعبه ولا في حاجه لعبة. اكيد لان هو عنده الباك جراوند وعنده التاريخ وعنده الهيستوري اللي يخليه عنده المساحه انه يعمل كده. بعد ما هو مخلص مع الاثنين لعيبه بتوع الوداد راح رايح في اتجاه كهربا فرقه الاهلي وهي جايه كهربا ساعتها خلي بالكم عشان تفهموا كلام محمد كويس، كهربا في اللحظه دي ما كانش بيزعق، هو كهربا كان صوته عالي وهو واقف مع لعيبه الوداد، لكن في اللحظه اللي هم اتقابلوا فيها كهربا ماشي عادي، كان ماشي عادي ما بيزعقش ولا في اي حاجه، وخصوصا جاي احنا بنتكلم في استاب ما بنتكلمش في مكتبه، احنا مش قاعدين في المكتبه. فهو راح مشاور، هو اللي بدا شاور لكهربا يعني وانت بتزعق ليه يا عم؟ خف خلاص تكسبته وخلاص يا عم. فكهربا يا سبحان سبحان من يا سبحان من الهمه، يا سبحان من الهمه من الهمه ان هو ما يخرجش من المود اللي هو فيه، لان انت في حاله زي دي يا محمد خلي بالك مفيش في عدم سواد انفعالي شديد أكيد جدا أكيد. الاجواء عارف برضو يعني مش هو متوتره، كان متوتر عند الوداد لكن في انفعالات زياده. عارف لو كان حصل حاجه طبعا ايه ده كهربا كانش سلم من هنا يا خبر ابيض قابل بقى، كانوا طلعوا القديم والجديد قابل بقى. لا وكناش هنخلص واعتقد كمان فوزي كان يهدف ان حد يرد عليه فوزي في اللحظه دي، واعتقد برضو هو يعني كهربا كان ذكي جدا ان اللحظه دي سلم عليه لما سلم عليه فوزي وراح الشناوي كمل والشناوي طبطب على كده اه خلاص ما تزعلش انت فاهم ده هو طب خلاص مش هنزعق جوه. فطبعا احنا عايزين ما هو دي بقى المواقف اللي بقول عليه انا دايما بقول لمحمد دي المسؤول لازم دايما ما يحطش نفسه في المواقف دي ابعد انقب نفسك عنها ما تتحطش. عشان كده بقول لك ايه فوزي بقاله كام سنه
هو حابب، هو شايف نفسه حابب جدا الرول ده، الرول ده وحبه جدا. وطبعا طبعا طبعا هو لما الوداد يعني امبارح خسر اللقب، هو كان واضح ان الامال عنده عالي، طالعه طالعه جدا. الجون جه وخلاص، واحنا هنلعب نفس الاسلوب بتاع 2017 وخلص الموضوع وهنخلص. ويعني السنه فاتت بصراحه ده كان كويس، يعني السنه فاتت اشهد فنيا وده كان احسن بكتير. يعني مع وليد الرجراجي، لا هو اللي عمل الجيل ده، لا 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 الفرقه مختلفه كل امانه، فنيا وتكتيكيا وتوزيع وحتى بدنيا. ولاد السنه اللي فاتت بدنيا كان افضل بكتير من السنه دي. لكن هو واضح ان هو يعني ما كانش مستحمل ان الماتش هيخلص بالسيناريو ده، فحب يعني كريم يعمل لقطه. يعني انا بشوف كل المناسبات اللي فيها المغرب او موجود فيها، مش اقول المغرب، موجود فيها فوز لكجع في مراسم التتويج او في تسليم ميداليات، دي مش اول لقطه يعملها، دي بالنسبه لي اللقطه الثالثه او الرابعه. وفي لقطه مش معلنه ومش هكشف تفاصيلها، في مباراه ما بين سيمبا ونهضه بركان الموسم الماضي في الكونفدراليه، مش هكشف تفاصيلها وكواليسها دلوقتي، ولكن هو بيتعامل مع الاحداث الكرويه بعقليه المشجع. واضح، وده ممكن يسبب مشكله اكبر. بس احنا عايزين نقول ان احنا بجد والله احنا مش حابين يكون في مشاكل، يكون في كده بالظبط خالص خالص. يعني الوداد كسب الاهلي خلاص اوكي، يعني خلاص. حتى ايفن النقطه انا برضه عايز ارد عليها، لو جماهير الوداد بتاخد مثلا ساعات جماهير الاهلي ما بتخسر بتشتكي من بعض الامور، هو مش بيشتكيش منك، لو اشتكى منك يزعل، لو اشتكى من اي عنصر اخر في المباراه زي التحكيم زي الاتحاد الافريقي انت مش طرف، ما تحطش نفسك طرف، ما تحطش نفسك طرف. السنه اللي فاتت دخلنا نفسنا طرف، ما تحطش انت مالك، انت متضايق ليه؟ انا دلوقتي مثلا انا قلت مثلا الحكم مثلا 2017 انا ما بقولش ان الوداد يعني عليه علاقه مثلا، انا بقول لعبه كاري جسامي، كاري حجمني وخسرني، الحكم مش كويس. انا بتكلم عن بهاء جسامي، حاجه ما تخص يعني، حاجه ما تزعلكش. هو نفسه قبل كده انتقد، هو نفسه قبل كده انتقد ببلاك. ايوه انت تزعل ليه؟ ما تزعلش السنه دي مثلا. طبعا هي ماتش السنه دي مختلف، ما فيهوش مشاكل كل امان، ذهابا وايابا. يعني حتى ذهابا كان يعني كان في بعض الامور ضد الاهلي، كره الطرد يعني كانت كان يحيى جبران تقريبا هو اللي مسك الكره بايده. يحيى عطيه الله، يحيى عطيه الله، ويحيى عطيه الله بنتكلم على الباك الشمال الاساسي للفريق ده، لو كان خد طرد وغاب عنك في ماتش الاياب ما كانش جاب الجون، ما كانش جاب جون ايه ده، كانت هتبقى ثغره، كانت هتبقى ثغره واضحه في الوداد، وكانت هيتلعب عليه البديل بتاع اصلا. احنا بنقول ان الوداد ما عندوش دك، ما فيش دك ماشي. فتاني لا، احنا عايزين نقول يا جماعه احنا هنلعب بعض كتير اكيد، وعمر عمر عمر احلام نقول ما في لقب ده نهايه المطاف، مفيش ده مطاف، مش ممكن نلعب في شهر 10 جاي في بكره وفي بعد وفي بقى اجتهد، وفي الاخر التوفيق من عند ربنا. هو احنا انا اسف يعني، هو الاهلي بيدوس على الظهر يكسب، ده اجتهاد، التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كاتب قطعه من عندي ببساطه، تحف شويه تخبط في العارضه وتخرج بره، ده توفيق من عند ربنا. انت اجتهد وسعى وكل حاجه، وزي برضو انت ما عايز الناس ما تشتكيش، انت ما بتشتكيش، فاهم قصدي؟ ما ينفعش تلوم الناس وانت برضو بتشتكي، انت بتشتكي من الحكام، بتشتكي من الكاف، بتشتكي ان الاهلي بياخد يعني امتيازات، كل ده بيتقال بدون دليل. فالجماهير كلها، جماهير الكرة على فكرة والله، جماهير الكرة في العالم كلها يا محمد لو خدت بالك نفس الكلام، نفس السيناريو، نفس كل عام. حبيت بس ألقي الضوء على اللقطة دي لأن محدش في مصر يتكلم عليها. ومش لازم نتكلم عليها لما تحصل مشكلة، صح؟ لا، لازم يكون عندنا خطوة استباقية نشرح للناس ونوضح للناس اللقطة دي مين كان هيتسبب في مشكلة، والمسؤول يجب أن يكون مسؤولا بتصرفاته قبل ما يكون مسؤولا في تصريحاته. جي ال سي السنة دي بالفعل تبقى للشعار في كتفك يا أهلي من البداية حتى النهاية إلى أن توج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا. وشاحل على الأهلي. وشاحل على الأهلي. وشاحل على الأهلي بصراحة ببطولة، بطولة أكيد ناس كتير هتفتكرها، ناس كتير هتفتكرها بصراحة. يعني البطولة دي واحدة من البطولات الغريبة. أنا ولا هقول سهلة ولا هقول صعبة بصراحة. لأن أنا حتى لما اتسألت خلينا طبعا تعطيه أقول له حاجة، نعمل تعالى نبدل الأدوار. أنا الموزيع محمد الضيف. إيه أكتر نهائي في الحداشر تقول ده أصعب بطولة؟ أصعب بطولة؟ آه. أكتر نهائي كان صعب كان نهائي 2012.
يا بتاع الترجي يا اصعب نهائي. لكن ده انت جاوبت اجابه محدش جاوبها. ما انا هقول لك بس ده اصعب نهائي. ولكن ما هو برضو اصلي 2020 ما ينفعش اطلعها معادله و2006 بس يعني الترجي في 2012 كان اقوى من الصفاقسي 2006. بس الترجي في ماتش العوده كان غايب عنده 2 هارسون قفول وكان في واحد كمان. وانت كنت معاد على الدكه مين؟ ماشي ليش بس مش غايبين عن بس انت كنت معاد على الدكه مين؟ بركات وتركه بس بس ما هو مش غايبين عنك ده قرار بتاعك انت. انما ساعتها انا فاكر ان الترجي لاعب كان هارسون قفول موقوف وكان في واحد تاني. طب اقول لك على حاجه خليها امتع بطوله واصعب بطوله واشرس بطوله. ايه الفرق بين يعني ايه اشرس ايه؟ اشرس بطوله 2023 يعني 50 50 يعني قصدك؟ 50 50 اوكي 2023 اوكي. اصعب بطوله 2012 اوكي. امتع بطوله القضيه ممكن 2020. انا بالنسبه لي وطبعا انا مش متاثر يعني مش بقولك عشان انا متاثرت ان انا كنت موجود في الملعب. انا بالنسبه لي اصعب بطوله كانت 2006 على فكره كريم كان فرادس 2006 دي ان انا حسيت الشعور يعني 2006 دي عملت ايه؟ لا يا عملت ايه خبر ابيض 2006 دي. لا بص عايز اقول حاجه اي حد بالنسبه لي طبعا كان على شخص يعني اي حد بالنسبه لي في التاريخ حضور اي مباراه يعني الحمد لله الواحد من المجال ده حضرت ماتشات كتير في اولمبياد وبطولات قاريه ودوري ابطال رحت يعني رحت ولفيت. لا 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 انت متخيل الحكم حاسب بنك يا جماعه 4 دقائق وقت ما ضايع و60,000 متفرج هما اللي صوتهم عالي جدا واللقب خلاص بكل امانه خلاص بيروح خلاص لقب مش انا اسف ده مش ماتش في الدوري ولا ماتش ضد الاتحاد ولا ماتش ضد مش ماتش حتى منافس محلي لا بطوله قاريه وامتى بقى خلي بالك مع برضو عشان برضو واحد يكون امين الكره الافريقيه في بدايه الالفينيات اقوى كانديه اقوى بكتير كامل احترامي طبعا نسخه الصفاقسي 2006 لا كانت نسخه رهيبه مرعبه عن يعني دلوقتي مثلا يعني مش هقول لكم سان داونز السنه دي فعلا كانت حلوه جدا ككوره بس فرقه الصفاقسي كانت كوره وتاكتكس كان معاهم مدرب اسمه مراد المحجوبي كان شاطر كبير وكان عمر كان شاطر في فخر الدين بن يوسف وقتها موجود وشادي الهمامي وهو صغير على فكره شادي الهمامي لسه بيلعب مع كابتن حسام بدري لغايه دلوقتي وعلي معلوم كان لسه في النادي وعلي برافو عليه وكان معاهم اسبو جلبان كهاف ديفندر كان في قمته وكان معاهم وسام العبدي وكان معاهم مهاجم سنغالي كان كويس جاب فينا الجون هنا التعادل فاكر في القاهره كانت فرقه كويسه جدا بخلاف الفنيات تكتكس فرقه تعرف تكسب اللي هو امتى هاجم امتى ما هاجمش فاهم قصدي يعني معلش برضو احنا بنلعب الوداد والله فرقه كويسه كل حاجه بس انت برضو حاسس ان في عندهم في نقص السنه في مشاكل كتير مش قادر اربع جهاز فنيه في مشاكل انا في وجهه نظري الكره الافريقيه من 2000 من سنه 2000 لغايه قبل الثورات العربيه وقبل يعني الحاجات دي لا الانديه كتيره كويسه حضور جماهيري كانت الملاعب طموحه واللعيبه كويسه يا محمد يعني معلش برضه الترجي لغايه النهارده الناس بتقول لك لا الترجي احنا ما عند يقول لك يعني ناس تقول لك ايه انا بسالهم يا جماعه هو الترجي مش عامل تدعيمات يعني اوكي ما بتحصل ان انت بيجي لك في فتره الفريق بيقع حصلت مع الاهلي كتير وحصل مع الزمالك كتير طيب اصل مفيش مواهب بيقول لي مفيش مواهب ايه المواهب ما عنديش مواهب مفيش مواهب كتيره مفيش اهتمام بالكره الركضيه مفيش مواهب انا حتى والله لغايه دلوقتي عايز اقول لكم حاجه ودي ليكم ممكن لغايه النهارده تتفرجوا على الاسابيع الاخيره من الدوري التونسي دوري مشتعل للغايه ماتشات حلوه بس هي ماتشات مثيره لكن مش قويه خلي بالكم تاني ماتشات مثيره في اثاره ما فيهاش متعه يعني متعه المباراه لا فيها متعه لكن مش قويه فنيا تكتيكيا يعني انت ممكن تلاقي مثلا ايه فرصه تقول ايه يلا اعمل كذا هو مش هيعمل كده اللعيب مش هيعمل كده فتقول ايه ده لو كان عندي بيراميدز ولا كان مين كانوا عملوا لا احنا على فكره الفرق التونسيه عندها مشكله في المواهب متاثره عشان كده حتى النهارده خيالوا انا هقول لكم معلومه ممكن الناس كده ما تعرفهاش اهم اللي في وجهه نظري اهم لاعب في الصفاقسي عراقي أهم لاعب في نادي الصفاقسي عندهم لعيب مش هاف ديفندر بوكس عراقي لعيب ممتاز جدا اسمه حاجة علي كان نفس اسم لعيب كان في الأهلي حسين علي اسمه حسين علي
اتفرجوا عليه حلو قوي. اللي عايز اقوله لا، البطولات برضو زمان محمد كانت اقوى. انا بالنسبه لي اصعب بطوله للاهلي في تاريخه 2006. بس ايه السؤال، ماتش القضية ممكن 2020 انا بشوفه بنفس صعوبه الصفاقسي، لكن الاجواء انه ديربي الاهلي والزمالك وهيفضل طول التاريخ الناس تعاير بعض بالمباراه دي، هو ده اللي كان مخليها توازي ماتش الصفاقسي. لكن انا على مستوى الشخص دايما اشوف الصفاقسي بصراحه. طيب عموما يعني ده ختام الحلقه النهارده، واحنا بنختتم الحديث عن مشوار دوري ابطال افريقيا، وختام حلقاتنا في دوري افريقيا، وختام حلقاتنا في دوري ابطال افريقيا. وان شاء الله باذن الله بقى قريب كده لما نيجي نتكلم بقى، احنا عندنا على فكره بعد ما نرجع من الاجنده الدوليه الهلال عنده كام مباراه في الدوري، ماتشين ثلاثه يكسبهم ويخلص الدوري بدري والكاس، وياخد والكاس ان شاء الله، ويريح بقى عشان عنده معمعه كبيره، سوبر افريقي، دوري سوبر افريقي، كاس عالم انديه، منتخب مصر عنده كاس افريقيا. الله يكون في عونك يا حاج عامر. كريم انا بشكرك، ميرسي يا محمد، والف مليون مبروك، وكل طيبين يعني بنتهي الموسم الافريقي، اكيد نتمنى نكون قدمنا للناس حاجه كويسه، ونتمنى نكون ان احنا يعني بسطنا لكم الامور التكتيكيه وجبنا لكم حصريات. طبعا انتوا عارفين محمد سعيد طبعا يعني علم من اعلام الاسرار في الكاف وفي افريقيا، نتمنى ان احنا نكون امتعناكم. لا وفكره السبوره برده كانت فيها تفاصيل فنيه حلوه، نتمنى نكون بسطنا لكم يعني بسطنا لكم الامور التكتيكيه. انتوا عارفين برده الناس بتحب تشوف الامور التكتيكيه بشكل مبسط، مش الكلام الدبش والتقيل ده مش هتلاقوه عندنا، احنا بنقول كلام افكار مبسطه، ونتمنى نكون قدمنا لكم معلومه كويس. شكرا لحضراتكم والى اللقاء. وعايزين برضو لكم بس ما ننهي طبعا الحلقه الاخيره احنا عملناها لايف، هتلاقوها برضو بنفس النظام ادي هتتمنتج وعندكم برضو على الفيسبوك في جي ال سي وفي يلا كوره، عشان اللي ما كانش معانا برضو يقدر يشوفها باذن الله ان شاء الله. شكرا كريم، شكرا جزيلا محمد، وبالتوفيق ليك وبالتوفيق للاهلي فيما هو قادم، وبالتوفيق لجي ال سي، وتابعونا دايما كده على جي ال سي ويلا كوره وكل التفاصيل الخاصه بكل اخبار الاهلي في الفتره اللي جايه. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.